الاشكاليه ديال الخطاب ديال خونا الحسين المانوزي وعلى طريقه نطروح ملف الاختفاء القصري بشكل عام في المغرب. تقريبا كل المعطيات حول الملف ديالو تمكنت العائله انه تجمعها وتعطيها للهيئه. وطبعا هذه المعطيات اللي العائله دارت واحد المجهود كبير باش تحصل عليها بمساعده واحد المجموعه ديال الشهود ابرار اللي عطاو من حياتهم باش يوصلوا لنا هذه المعطيات. فاليوم العائله كتوفر على واحد جزء كبير من الحقيقه، يعني الحقيقه اللي من جهتنا، ولكن من الجهه الاخرى مع الاسف ما عندنا والو. حتى هي الاصابه بالمصالحه بنفسها ما تمكناتش ان تجيب لنا معطيات اكثر من المعطيات اللي وفرنا لها. فمن بعد ما نهات هيئه الانصاف والمصالحه الشغل ديالها ودارت التقرير ديالها اللي وصلت الخلاصه على انه الحسين تم اعتقاله من جديد من بعد العمليه ديال الهروب، ومن بعد عاود ملي تقبض جات مجموعه تابعه لجهات معينه عاود خذاتو وتبقى المصير ديالو مجهول. فاحنا بالنسبه لنا كنعتبروا على ان المسؤوليه، يعني ما كيمكنش اليوم يتقال لنا على انه راه فيه مجموعات ولا دي باربوز اللي جاو خطاو. هاد لي باربوز ولا هاد المجموعات هادي موجوده في المغرب، والدوله عندها كل الامكانيات انها تسمع لبعض فيهم ولا على الاقل تحدد شكون هما. فمن بعد ما انتهت هيئه المصالحه التجأنا للقضاء، التجأنا للقضاء من بعد الاخوان المحامين اللي غادي يدخلوا من بعد غادي يعطيو اكثر تفاصيل على هذا الموضوع. مع الاسف القضاء اللي ما عمره كانت عندنا فيه ثقه باعتبار انه القضاء كان ديما منحاز للدوله، فهذا القضاء هذا كيف العاده وصل للقناعه انه يحفظ هذا الملف بالرغم من انه طلبنا انهم يتسنطوا واحد مجموعه الشهود منهم واحد مجموعه فيهم الان اللي توفات. طلبنا انه يتسمع ليوسف الدور الكوميسير المعروف في درب مولاي الشريف واماكن اخرى ديال التعذيب اللي توفى، طلبنا انه يتسمع الجنرال العنيقري اللي كذلك توفى. المهم واحد المجموعه فيهم توفى، باقي بعض اللي مازالين حيين، ولكن مع الاسف القضاء اعتبر على انه ما غادي يجيبوا والو اكثر من ذاك الشيء اللي عندهم. ف 20 سنه من بعد ما انتهت هيئه الانصاف الاشغال ديالها، المجلس اليوم ما وصلش، يعني عرفتوا انه من بعد ما كان الهيئه انتهت الاشغال ديالها تعطات الصلاحيات من طرف اعلى سلطه للبلاد المجلس الوطني لحقوق الانسان باش يستمر في التحريات ديالو، ماشي غير في ملف الحسين ولكن بدائيا في 66 حاله اللي كانت كيعتبروها معلقه. ولو اننا كمجموعه ديال العائلات ديال المختطفين كنعتبروا ان الحاله ديال المختطفين ماشي 66 بل اكثر من 500 حاله، باعتبار انه هيئه الانصاف والمصالحه بنفسها كدات انه 500 حاله على الاقل كان كيعتبروها رقم مرجعي. دونك هذا يعني كنعطي غير ارقام دونك اللي مازال معلقه. فبالنسبه للعائله في المده الاخيره طلبنا لقاء من المجلس الوطني لحقوق الانسان باش نوضحوا المسائل، وحطينا هذه المجموعه ديال الاستفسارات لانه في كيف كتعرفوا العام اللي فات تعين الرقم ديال جوج ديال الحالات اللي مازال معلقه اللي هما دريوش واسلامي، يعني باعتبار انه حاله الحسين تحلات. فاستفسرنا في الموضوع كيفاش يمكن انكم تكونوا وصلتوا لهذه الحقيقه هذه الوغ احنا ما عمرنا استشرنا في الموضوع وما عمرنا تخبرنا من التطورات ديال الابحاث اللي تدارت. يعني التقييم ديالهم انهم الحسين الان وصل 80 سنه ولا اكثر من 80 سنه، دونك ما كيمكن يكون الا في حاله الوفاه. فعلى هذا الاساس توصلنا من المجلس، وهذا من الحوايج المستجده في الموضوع، من المجلس الوطني لحقوق الانسان على طريق المحكمه بشهاده اللي كتاكد الوفاه ديال الحسين
31 يوليوز 1975. فاستفسرنا كذلك اليوم كيفاش كانت هذه القناعة أنه يوم يعني تعرفوا أنه الضحاك الله يرحمه كان سلم لنا شهادة اللي اعتبرناها مزورة بقى عايش، الله يزيد له في الحياة حتى يوصل الحق يعطينا الحقيقة. اللي قال فيها على أنه الحسين مات توفى في نهار 17 يوليوز. ألوغ حنا جبنا حجاج على أن الحسين إلى حدود نهار 19 كان مازال حي. فما كاينش جواب على هذا الموضوع، شنو هما الثوابت اللي تم الاعتبار اللي تم التركيز عليها باش يثبتوا لنا أنه الحسين توفى يوم 31 يوليوز، يعني من تاريخ التاريخ حتى في نفس الوقت حطينا استفسارات على البي اف 3، كتعرفوا هذا المركز الثابت رقم 3 اللي كانوا مقبوطين فيه بوليكات الشلاط بزيرك دعبابو والحسين. هاد النقطة الثابتة معروفة ومحددة. فمن البداية طلبنا من هيئة الإنصاف والمصالحة في الأول وكذلك من المجلس أنه يتم الحفر في هذا المكان، لأنه كاين بزاف ديال الشواهد اللي كتأكد على أنه كيمكن يكونوا تماك جثث ديال بعض الضحايا، ويمكن إذا كان الحسين تغتال ذاك الوقت كيمكن يكون كذلك مدفون تماك. فمع الأسف هذا الموضوع كذلك ما تدار ولا شيء وما تعطاش تعليمات في هذا الاتجاه. دونك هذا بالنسبه للتاريخ ديال الوفاه، يعني كتدعو على انه عندنا شهاده ديال الوفاه ديال الحسين اللي كتكتب فيها انه توفى يوم 31. ولكن احنا اليوم بصدد المساله الاساسيه هي الحقيقه، الحسين الى كان مات فين مات؟ يعني الشهاده كتقول راه توفى نهارا ولكن فين؟ في اي ظروف؟ واش تغتال؟ واش مات موت عاديه؟ شكون اللي كان حاضر؟ شكون هما الشهود اللي فهذا الموضوع هذا ما تقدمنا ولا شيء، وكنعتبروا على انه لا المجلس الاستشاري ولا الدوله عندها كل الامكانيات. يعني ما اليوم اللي كيكونوا كيقلبوا على شي واحد كيلقاوه بسرعه، سهل عليهم انهم يمشيو يلقاو القبض عليه، ولكن باش يديروا الحقيقه في هذا الملف مع الاسف ما كاين ولا تقدم. فهذا بالنسبه للوضع على مستوى المغرب. بالنسبه لنا احنا كعائله يعني ما طبعا ما بقيناش يدينا مكتفين، ف حطينا المشكل على المستوى الدولي، يعني حطينا المساله على مجموعه العمل ضد الاختفاء القسري في جنيف، حطينا الملف مع الكوميتي ديال ديسباري. كيف تعرفوا المغرب من الدول الاوائل اللي مضات على الاتفاقيه الدوليه ضد الاختفاء القسري وصدقت عليها، ومبدئيا ماشي غير انها صدقت عليها، بل المغرب هو من الدول الاربع اللي كيتعتبروا اصدقاء لا كونفونسيون، يعني كيدير واحد العمل على المستوى الدولي باش يعرفوا بالاتفاقيه وباش يدفعوا في اتجاه الامضاء ديالها. فكيف كيقولوا احنا مازال ما شطبنا باب دارنا، كيفاش غادي يمكن نمشيو نشطبوا باب ديال الديور الاخرين؟ فمنذ اسبوعين تقريبا ثلاث اسابيع كان المغرب كيف كتعرفوا هذا الكوميتي ديال ديسباري كيجتمع مع الدول اللي مضات الاتفاقيه اللي مفروض عليها انها دير تقرير دوري تقدمه امام هذه اللجنه هذه المغرب هذا العام ولو بتاخر تدرس الملف ديالو. شخصيا انا كنت حاضر في جنيف مع بعض الاخوان ديال الجمعيات الحقوقيه المغربيه، وتفاجئنا انه المغرب كان موجود بواحد الشكل مكتف، يعني كان وفد اللي فيه عشرات ديال العباد اللي كان على راسها وزير العدل وكذلك اعضاء من المجلس الاستشاري من وزاره العدل من وزاره الداخليه. المهم كان وفد صحيح، والهدف هو انه تبرير التساؤلات اللي طرحها اللجنه، واللجنه من الحوايج اللي طرحين انه سفير المغرب كان تقدم فيما يخص جبر الضرر المادي الى البنود ديال بعض الضحايا، ولو انه ما كانش ما تحلش المشكل بشكل، وتم التركيز على هذا الموضوع هذا.
ألوغ كو قضية الحقيقة ما كان فيها ولا تقدم، أنه قضية تحديد المسؤوليات ما كان فيها ولا تقدم. على محل أطروحة كذلك قضية التقدم، أنه قضية الاختفاء القصري هو ملف لما كيمكنش يكون عليه نهائيا تقدم، وكيبقى مفتوح، والمغرب خصو يدير مجهود أكثر على هاد المسألة ديال الحقيقة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.